شقيتني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد وزردين رجعت لكم فيديو جديد. فيديو اليوم راح يلعب فورتنايت وطبعا راح يكون في تحدي. التحدي يا شباب راح يكون إنه كل ما نقتل واحد راح أخذ أسلحته وأرمي كل أسلحتي باستثناء الهيل. طبعا برمي كل أسلحة معاي وباخذ الأسلحة معاه. بدون ما نطول أكثر لا تنسوا اللايك والاشتراك ومشكورين على التعليقات الحلوة والله. وبس استمتعوا. لا انا مخطط اني انزل على السلاح بس تبعت له بدون ما اشوف السلاح. ممكن عايز في واحد هيا اقتلو. انا مش تخيل راح اقتلو. نايس. طيب هذا اسلحتك. اسلحت هذا وهذا وزت هذا. منيح ما شربنا البق بس حياخذ مني ثواني. ليش ما ارتدت معه؟ ايش فيه؟ اوكي نفس السلاحية وهذا نفس الشيء اذا سلحته. في معه سمجي. استحتاج اوكي بومبو بيض دمج اخطر هذا اخطر اوكي في واحد فوق ماذا كان تايه بعدين صار ياخذ يلعب معانا بومبو بيض معاه هذا اس ام جي معاه اس ام جي اوكي معاه فلاش معاه اي ار نرمي اي ار ناخذ سنايبر لا دقيقة ما كان معاه اي ار اوكي هيك صح صارت عرضه طيب يفتح عليك Let's go بس لك دقيقة ما عرفت انا اعمل ايه ده بس دقيقة شو اسلحته اي ار حبيبي بومب هذا وسنايبر واس ام جي طيب خذ الاس ام جي خذ سنايبر تمام هيك بدنا ال يلا بدي شي شي روح موت نايس بسرعة بسرعة عشان زون اي ار بومب سنايبر وبس هات هاي البدلة ترى صاير خربت ليش معي اسلحة انا واحد ولا اثنين هون مش فاهم ايش فيه علقت حرام سرقوا في كمان اثنين لسه فكرة ليش 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 علي بس ممكن مات معرفش كيف بس مات
ماشي هيل ابيض مش مهم. تكفى تكفى دقيقة. اوكي هيل بيض لازم نقتل هذا. وين هو؟ هذا جوا. نايس نايس نايس. بسرعة. هات ايش معه غلط. تذكر هاي وين لوتو؟ هاي نفس سنايبري بومب ذهبية مع شي ار. ما اخذ اثنين منه. اوكي نفس ال نفس اللي تقريبا بدي اخذ المكتب. هذا افضل لوت باخذ من واحد من اول ما بلشت. في احد هون معقول؟ ما اتوقع. سنايبر نايس. يعني لما شفتني وصلت للفايت ما بطلع ايش راح. ليتس جو. راح لوتو بس كيف؟ لازم اروح لوتو. لازم هذا تطلق بتاع اسطورتي. اوعى تطلق اوعى تطلق. شايفك ولا يما اسلحته. طيب اول شيء ارمي هاي. هاي تمام. بناخذ اس ام جي البوم نفس معاي مع شيء ار. اوكي مو مع ار نزلت لي ار. طيب ايش اخذ معاي زياده؟ ما كنت تخليها معاي. بس بقول لك المجنون ساب الهاي ونزل تحت. بس اثنين اتوقع واحد بس الان. الله منيح منه ما لمجني مش هالدمج يعني. روح الزون. لا 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 طول بالك. اوكي ما مات. لكن انت الاول. طيب بموت بالزون. انا اخذت بس شوتجن بحاول افوز بس بالشوتجن. لا لا ليش عمل سلايد؟ خلينا نوصل للزون. ايش هذا؟ مش موارد. وين؟ مش موارد كثير. ماكس فكرت حالي متت والله. اوكي ليتس جو. خلصنا من التحدي. جي 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 جي. اخر واحد والله ما لحقت اوت بنص الزون صار مشاكل. يلا بسيط بسيط. جي جي.